بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أقرأ صحيح اليوم سورة الناس. سورة الناس اللي ديما في صلواتنا نقرأوها، يا عالم قاعدين نقرأوها صحيح ولا غلط؟ بإذن الله بهذه الحلقات إن شاء الله نوصل نحسن من مستوانا. به البسملة كالعادة، الباء المكسورة والراء المفتوحة، ردوا بين الراء المفتوحة هذه كان فخموها مليح ونسمنوها. بعد بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ قو، تبدأ السورة بقو. هذه القو هذه الخطأ الشائع، إنه كي يبداو يقراوها كلام ذا عندنا القو لا تكاد تسمعها من الرد بالنا، ردوا بالنا مليح، من نقص حتى شيء، هيك اختلاس وتنقيص، عبارة سرقت من القرآن حرف، انت تتعبد به هذا كلام ربي وما تنقص منه لا حرف ولا حركة ولا حتى شيء. انتبه جيدا ملا، قو اعتني بها، قو هي بعيدة المخرج يعني يلزمها كلفة. قل ملا نبداو، قل أعوذ برب الناس. الخطأ الشائع أيضا عنا في العين المضمومة هذه، برشا تلقى كلام ذا يقرأوا عنا أعوذ أعوذ، هي ماشي أعوذ، وين العين؟ حرف العين لابد من نطقه جيدا، اسمع مليح، أعوذ أعو عو عو، فما عين حرف يظهر مش أعوذ عايم هكا هلامي، لا، قل أعوذ برب الناس. النون المشددة شعملت لها؟ أنتم مش تقولوا لي أنكم توليتوا تلامذة صار لكم فترة وأنتم تستمعوا لهذه الحصص، نتخيل سي النون المشددة خذت نصيب جيد من الدرس والاهتمام. نون مشددة مشددة نعطيها حق في الغنة الفرعية، ملا الناس، والسين الموقوف عليها طبعا مش تعرضني. نون مشددة راه تقريبا 7 مرات في هذه السورة كلها، ملا من غير ما نوصيك كي تقرأ سورة الناس غنها بزيد، ما تسخفش، تعطي جمالية للتلاوة، سبحان الله تعطي جمالية ورونق جميل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر، مش نقف عليها، أغزر للنون الساكنة كيف هي مكتوبة في المصحف للضبط متاعها، فوقها سكونة؟ لا ما فيهاش سكون، إذن كيف ما فوقهاش سكون كيفاش مش نقراها؟ مش نخبيها، هيك الصوت الجديد متاع النون اللي تعلمناه في الحلقات السابقة متاع إنك تخبيه، كيف ما demain نكتبها أنا النون توا في الآن en français، مش نكتب في demain تنتهي الكلمة بأنا، ولكن عمري ما ننطقها، نعطيها هيك الصوت أنا حاجتي بيه في كلمة من شاء ماشي شاء، وهذا خطأ أيضا شائع نسمعوه برشا من التلامذة، تقول لك من شري ما هيش شاء، أنت تقول شامية ولا شامية؟ شاء شاء من شاء ما هيش من شاء، جميل، من شر الوسواس الخناس. السين هاكم لاحظتوا كيفاش عطيتها أهمية، وس خناس كيفين وقفت عليها، السين عطيتها حقها، الذي يوسوس في صو 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 هذه الصاد سمينة، هيك الحروف اللي قطيكم بكرش، البكرش الكل سمنوا أعطيه حقه في التسمين، صدوري ملا في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة نحن نقف عليها، لام التعريف هنا خطأ شائع، حتى اللي عنا اللي يقرأوا في الأخبار في الإذاعات وفي التلفزة ديما يدغموا اللام في الجيم، يقولوا مثلا نقولوا احنا حتى في اللغة الدارجة في الجنان في الجنة، وهذا خطأ، راهي الجيم حرف قمري، اللام يلزمها تظهر، هيك هي اللغة الفصيحة متاع القرآن، لغة القرآن، اللغة العربية هيك هي، ملاش نقول من هيك اللام التعريف يلزمها تظهر، ما هيش من الجنة، هي من الجنة والناس،
طبعا عرضتني نون مشددة في كلمة الجنة، نشير إليها طبعا نعطيها غنة فرعية ونظنها مليح. وكيف كيف كلمة الناس تعرفت لها في قديش من مرة في هذه السورة، في هذا القدر كفاية ويرحم من قرى ورى.